صار لك شيء؟ عم يوجعك شيء يا اخي يا اخي يا اخي دخيلك رد علي عم يوجعك شيء؟ رجلي عم توجعني عم توجعك رجلك؟ سلامتك طيب بدك مشفى مو بدك مشفى؟ لك عم اقول لك عم توجعني يعني يا مشهوره يا مكسوره بدها سكا طيب خلص خلص طيب ساعدني ساعدني حملك على السياره الله يخليك مين يحمل لي؟ لك ارفع لك يا اخي كيف بدي ارفعك عدة ترعين خزيت ترعين يا حرام على مهلك على مهلك على مهلك بدك شيء؟ الله لا يوفقكم الله لا يوفقكم وين عيونكم؟ بضهركم لك يا حبيبي طول عمرك على مهلك الله يوفقك لك راسي كمان الله يوفقك على مهلك على مهلك على مهلك ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء رفيقي هذا الله يوفقكم رفيقي يا شباب لك مور فيهم لك كسب راسي لرجلي اوكي اوكي ماشي بس هدي لحالك انت حتى المعده والظهر والكلاوي والحوالب تكرم عينك يا سيدي عفوا دكتور حبيبي انت رجلك مضروبه شو دخل كلاويك وحوالبك والمعسكره تبعك انت شو فهمك بهالقصه بلكي في نزيف داخلي دكتور لا تخلي شيء حتى بطريقك عملي صوره لاسناني كان طالبه مني دكتور الاسنان يا سيدي تكرم عينك بس هدي لحالك وتسطح شوي تمدد شو اسمك انت انيس اوعى تفجر دكتور ها طمنا حكيم لا طمن الحمد لله كله تمام كله تمام بس في عنده رض بالقدم اليسرى نتيجه الصدمه خلال يومين بيزول ما في مشكله وعنده بحصه قديمه بالكليه اليمنى حبيبي عندك بحصه بالكليه اليمنى ومانك حاسس طبعا حاسس بس ما معي اعمل عمليه وغير بمشفى خمس نجوم ما بعملها حبيبي طيب يعني بركي كبرت هالبحصه وسدت لك شيء مجرى شو بده يعمل لك الخمس نجوم لا لا علي العافيه علي العافيه طيب حكيم شكرا شكرا لك يعطيك العافيه اهلا وسهلا تفضل معافك على مهلك على مهلك الله يوفقك كازوزا ايه معلم الله يخليك كازوزتين لو سمحت باردين باردين انا بفتحه لا تعذب حالك شكرا لك كازوزتين بعد صغار لانه نحن بتشلون بس ما في مشكله بعد صغار ولي على قامتك شو مولدها ربيت ستك انا اللي مولدها مصاري زيادة رايح ادفع فاتورة الكهرباء والمي والتليفون
التليفونات. لك حدا بفوت على المشفى بيعمل تحاليل لكامل جسمه؟ يعني ما احلاني اكتفي بصوره لرجلي وبس. فرصه اجت ينفسع الواحد، بعدين تاكدت انه ما فيني شيء. تاكدت انه ما فيك شيء وانا انبليت ب 9000 ليره؟ يخرب بيت سنتك 9000 ليره تصوير وتحليل؟ لك سيدي احسن لك بالليله بالسجن، هي رح تطلع للمحامي. سجن؟ لا لا دخيلك حبيبي، يا ما احلاهم 9000 ليره. شباب البحث عطوه؟ إذا كان على شرب الكازوز؟ شرب الكازوز؟ هي أكيد من وراء دعسة الحادث، الله لا يوفقها، بلشت تهرب من أردن لأردن البحث. يعني موجود؟ شو أعمل له؟ قولي على حظي، شو ساوي أنا؟ أخذك على بيتها؟ لا ما بدي أروح على بيتي. طيب أخذك عند قرايبينا؟ أنا ساكن لحالي وعم بدرس وأهلي كلهم بالضيعة، وين قرايبيني؟ يا للمصيبة. قولي على هالبلوة يا حبيب. طيب شو اخذك عندي؟ ايه عندي؟ يا ريت، على فكرة بيكون احسن على القليلة لما بشوفك جنبي ما تضعف مقاومتي وقت الوجع. روح خبر الشرطة. لا دخيلك بلا شرطة، صحتين على قلبك. لا خلص اتركها، خليني اخذك لعندي. خلص على الشفة. طلعت يا معلم. على الله. كنا لحقنا شفة ثانية. هاي 10 وهي 20 وهي 30، يستر عرضك. لا تنهي، اعطيني اياهم الي اريد اطلقها. ايش لك اخ؟ شو اكل فجر؟ يا هيك نعيم يا بلا اخ. انو نعيم؟ قريتو نعامة ترفسلي على النعيم، انا ايامي تراني بهالبيت عم زق اغراض وكياس زبالة. لا تاخذنا، لا تاخذنا حبيبي، قد مو قصده، مو قصده. معلم ان شاء الله مرتاح. ماشي الحال. مروق؟ ايه. شو هالبلوة هي؟ حبيبتي نجمة، اعملي لنا كاسة زهورات. لا لا، بدي كابتشينو. كمان. اعملي له ابريل كابتشينو، بترك البنطلون. اه حبيبي مرتاح شوي، معوزك كلمة. شو هالمصيبة هي؟ شو بدك تعمل؟ بدك شو بعرفني؟ مين جدي انا مصيبة انا؟ انا بعرف. عم بين صور، صورته تحليل وحللت له، ما طلع في شيء، سليم معافى الله وكيلكم. يمكن 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 ها معه شوية رضوض برجله. هي لكن شو قصته؟ لك انا بعرف شو قصته، الظاهر معه بحصة قديمة تحركت معه. هذا يا زكي ناوي يبليك ببحصته. ببحصته؟ نعم. شو يعني ببحصته؟ عمي انا بعرف انه البحصة ما بتجي من الحادث يعني. صحيح، بس يا فارح ممكن يقول من وراء الحادث صار معه مضاعفات وآلام. والمعنى؟ المعنى انك مبليت ببحصته وجبت لنا كل هالبلوة للبيت لعنا. لك اي روحي بلت البحر. طول بالك عماد، نحن مضطرين نسيره لحتى ما يعمل لك مشكلة. لك شو صار بالكابتشينو؟ لو عم تطبخوا اشي مو هيك؟ الله حبيبي، يلا عيوني يا نجمة. يا حبيبتي شو صار بالكابتشينو للاستاذ؟ بسرعه شوي. على سيره الاشياء، شو طابخين اليوم؟ جز مز بحبها. لكن شو بتحب؟ جا على بالي اكله مقلوبه بالبيت الجامع على اللبن، ما اطيبها. جابر لا كمل عسو، ما ينازلها بطلوها العاده بستقيلها. لا اخي شو بقى عتزناق شوي، خليك متعاون اخي. كل مره بتقولوا هالمره ان شاء الله مفكرين حالكم عنكم بيتي بنص البلد، انتم باخر الدنيا يا استاذ. يعني ساعتين روحه ساعتين جايه ساعتين جايه بغراض. استحوا على حالكم، لك تضبضبوا. لا شو في وراك يا استاذ جامي؟ اخي انا ما دخلني، هي ما جت بيك معه سياره، اتفقوا معه. الله لا يقشع خير، وصل كمان البلة دقني. هلا يا اما انزلوا جيبوا اغراض الطبخه يا اما غيروها. اخي واحد اخي حبيب قلبي، يعني ما طلع عنا باذنجان، شو رايك تغير لنا الطبخه كلها؟ اخي ما دخلني، بدي مقلوبه باذنجان. ايه شو علي؟ جابر بيك حبيب القلب، روح لعند بيت أنبوشي حبايب قلبك، هدول جيب لنا من عندهم شوية باذنجان من الجنينة. بطريقة خذ لهم معك صندوق تفاح كمان. أنبوشي المسوس، قومي حبيبتي ساعديني شوي. لا ما حزرت، أنا اليوم كتير تعبانة. سلامتك، معناتها أم اللول بتساعدنا شوي. لا حبيبي أنا ما بقدر، بدي حمم ابني. شرف. يسلموا ايديك. يسلم لي عبدالله، معناتها نجمة بتساعدنا شوي. لا انا مالي قدراني، انا مرشحة مرشحة. انت شو
ضريب بعدي عني لهني. مشان الله بعدي عنه، لا حدا يقرب لي عليه يا اخي، عم تعطيلي بنص خلقته نجمه. حبيبي عمي انا بنبسط خير الله، بس انزل اشتغل لحالي بالمطبخ، شو بدك بهالحكي؟ لا حبيبي لا، بعرفك رح تخربط المطبخ فوقاني تحتاني، خذ نجمه معك. لك شو الاراء يا عمي؟ تعتبر الطبخه شو اخذت لك نجمه معي؟ لك اي خلاص حاجه تحكي وتلعي، روح شوف شغلك. شرف حقينا نجمه الحقينا. ليلى نعم، خبري جوزك انه عماد صار هون، هلا بيكون ناطره بالشركه. لك صحيح نحن نسينا لخالد. مدام سوسان وين راح جابر؟ راح يجيب بيت نجام من بيت انبوشه. دخيلك لبقى تبعتوا لي لعند هدول الجماعه، قال شغلوا بنت جديده عندهم وانا خايفه عليه منها، بروح ساعده للشيف رمزي قصدي للاستاذ عماد. يا حبيبي كل واحد عم بيغني على ليله. طيب يا جماعه الان خلونا نتفق على حل. انا قلت كل اللي عندي. ولك حبيبي كيف قلت كل اللي عندك؟ ضروري تبرين التفتيت البحصه تبعها؟ طبعا ضروري، لكن فرصه اجت لعندي قرفسها بيقول لك المتل البحصه بتسند جره. طيب يعني ما في مجال يكون نص البحث علينا والنص الثاني عليك، قصدي العمليه. ايه يا لطيف انتوا الغنايا شو كحتي، لك احسبوها زكاة عن اموالكم وعن صحتكم وعن هالفيلا. نحن ما في مانع عنا ندفع، بس بدك تسقط لنا حقك. لك شو حقي ما حقي؟ انا لو معي حق العمليه ما بكسر نفسي وبشحطت حالي هالشحطه. هي نجمه لا تنسي اللبن، حطي لي زبديتين. لا انت تترك سكوب لحالك. يا جماعه هدوا، انا على استعداد اني اتكفل بمصاريف العمليه. وش قلت نجمه؟ بس خلاص كفي. يا عيني عليك، هيك العالم بيشتغلوا شفتوا؟ بالله شو؟ أنا رجعت كرسي بهالبيت؟ هلا لك اكتشفت؟ عمي الله يخليك أنت لا تتدخل تعمل لي مشاكل. اسكت وحاجة نطوطة. عماد حبيبي الله يسلمك، اعتبر المبلغ اللي يندفع حساب بيننا، يعني ما يبلى حساسيات في الوقت الحاضر، احنا فورطة. سيد خالد بتكون مني شيء؟ لا روحي شوف شغلك روحي. إن شاء الله سمي هاري. أخي مزبوط، نحن بورطة، بعدين أنتوا عدلي، وبين عدلي ما في تكليف. الله لا يفرق بيناتكم، بعدين عندكم حجي الله يسلم لكم اياه، اكيد هالقد كانز على قلبه، لمين عم يخبي يعني لمين؟ هذا اللي طلع معك يا تضرب شو بتفهم تحكي؟ كلمة الحق ليش بينزعل منا بهالبيت؟ طيب يا جماعة في نهاية المطاف على ايش اتفقنا؟ اخي بالاول بتعملوا لي العملية بتنازلكم عن حقي. لحظة شوي، بتتنازل قبل العملية ولا بعدها؟ قبل البنج. ولا يهمك نخليهم اسبوعين. دخلكم شو الغدا اليوم؟ محاشي. لا تقول لي ما بتحبها. لا يلا ماشي الحال تفضل. ايه عفوا شو هدول؟ مجلات سياسيه ما بدي. لكان شو بدك عيني؟ بدنا مجلات ترفيهيه نفرفش حالنا شوي. نجمه حبيبتي المجلات اللي قدام التخت. ولي علينا انت بده يخلص من هالشغله بقى. انا الحين تطرقك مدام كثير عم تطيع. وش استاذ انيس؟ نعم. بدي اسالك سؤال ولو كان دمه تقيل شوي، يعني حضرتك لامتى رح تضل مآنسنا هون؟ والله مآنسكم لحتى الدكتور يقرر. بس الدكتور امبارح قال قدامك وقال كمان قدامنا انه هلا صار فيك تتحرك وصار فيك تمشي وبتقدر تروح على بيتك كمان. نسيت قلكم انه انا ما عندي بيت، مستأجر اوضه عند جماعه. يا عيني لا تكمل. لا ما رح كون طماع وقلكم اشتروا لي بيت. انا كنت واثق في اخلاقك وطيبتك
وعزة نفسك وكبريائك. والله انت حبيبي، بس هذا ما بيمنع انه قدامكم حلين. يا سلام، يا بتأجروني اوضة بهالفيلا عندكم هون، يا بتلاقوا لي شغلة بعد الظهر دبر حالي. وما بدك كمان نجوزها؟ لا بعدين. لا لا والله مو مشكلة. ومن ناحية الشغل ولا تهتم، راح اشوف لك شغل. وين؟ عندي في الشركة. عال كتير. خالد بيك، خالد بيك، الشرطة عم يسألوا عنك برا. الشرطة؟ طيب ما قالوا شو يبون؟ ما قالوا. يا حبيبي مبين على الشرطة رجلاً أخذت لعنا. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا الشباب. أهلين يا هلا، أهلين بالشباب يا هلا. تفضلوا تفضلوا سيدنا، تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا سيدنا. هذا هو. أنت خالد؟ إي نعم أنا خالد. أنت متهم بدع الشخص بسيارتك، مو سيارتك رقم 65؟ إيه هذا سيارتي. يعني بتعرف، شرف معنا. عفوا عفوا سيدي، انا اللي كنت عم سوق السياره. عفوا حضره الملازم، انا اللي اندعست والحمد لله، يعني عماد اسعفني وما طلع معي شيء واسقطت حقي. صحيح، بس لسه في الحق العام وما دام الطرفين متفقين فما في مشكله. تفضلوا معنا شرف. ولي عماد دخيلك دير بالك. طولي بالك مدام سمسم، طولي بالك. طولي بالك. تجي لعندي اسكب لي شي طبخة بركي نتغذى فيها بالسجن لبين ما تطلعونا بسنة كفالة. ايه انت انيس بطيخ؟ قلت لي بحصب تسنود جرة مو هيك؟ الله لا يعطيك الا العافية. يلا سيدي لا تاخذني. السلام عليكم. شحطوا.